السلام عليكم خوتنا خواتاتنا المتتبعين ديالنا، مرحبا بكم عندنا. احنا معاكم خدامين مع المتتبعين ديالنا الخوت ديالنا. هاد الارض فيها 3 هكتارات، هاد الارض هذه 3 مربعة تيرس زربية واطية، الماء موجود، الطريق ديالها فيها 10 متر، تا هي 10 متر في الطريق في الكروكي، غتشوفوها في الكروكي في البلان، رجعوا عندنا 10 داخله على الكودرون بكولومير 1000 متر. تبارك الله، السكان كاين منها لهي، السكان كاينين منها لهي، السكان منها هك. هاد الارض هي هادي مربعه 3 هكتارات. هاد الارض انتما كتشوفوا فيها الاخوان ديالنا تيرس زربية زوينة مليحة مخيرة، أرض معتبرة واطية واطية زربية مقادة مربعة على الطريق. ولاد سعيد خارجة على ولاد سعيد، هذه ب5 كيلومتر على 4 أقليم سطات، طريق جديدة من سطات العدة هنا 24 كيلومتر، كتدور مع واحد البياضة، كتقطع واحد البياضة شوية كتخرج كتجي الأرض. المجموع فيها كولوميط باش داخلة على الكودرون، أرض معتبرة الإخوان ديالنا. هذه الأرض 3 هكتارات مليحة ديال السكنة ديال الفلاحة، أرض فلاحية، الماء موجود، زوينة، أرض مخيرة تبارك الله. هي هذه أنتم كتشوفوا فيها خوتنا، هي هذه هي هذه هذه الأرض، هذه الطريق ديالها. ها هي الطريق راه فيها 10 متر بالبلان بالكروكي ديالها، في الكروكي ديالها 10 متر، كتشوف الكروكي ديالها ديزا بالمهندس، الطريق فيها 10 متر داخلة على القدر بكولومير تبارك الله، والماء موجود ومخيرة. هاد الأرض مربعة مربعة مستطيلة واطية زربية تبارك الله، أرض مليحة أرض مخيرة. الإخوان ديالنا المشاهدين المتتبعين ديالنا، مرحبا بكم معنا، احنا معاكم ديما في الجديد، اي جديد كيطيح. ارض تبان لينا ورخيصه وزوينه ومليحه، راه كنلوحوا عليكم تبارك الله على خوتي. هذه الثمن ديالها 14 مليون الهكتار، هذه 14 مليون هكتار، 14 مليون اضربها في 3، 14 مليون هكتار اضربها في 3 تبارك الله. هي هذه، هذه الأرض زوينة، أرض مخيرة مليحة معتبرة.